يحيي التونسيون اليوم الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسط مقاطعة واسعة لعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني نظمت مسيرات وتظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وفي عدد من المدن الأخرى بهذه المناسبة. وتأتي احتفالات هذا العام في وقت تعصف فيه الاستقالات والانشقاقات بحزب نداء تونس الحاكم. ومعنا من تونس مراسلنا وسام الدعاسي. وسام، كيف لمست تفاعل الشارع التونسي مع الاحتفالات بالذكرى الثورة الخامسة ومدى حماس المشاركين فيها؟ نعم، بالفعل كما تشاهدون يعني خلفي هناك أعداد كبيرة توافدت على هذا الشارع، شارع الحبيب بورقيبة، للاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة التونسية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من حيث هذه الاحتفالات، هي احتفالات كلاسيكية من حيث يعني من حيث الخطابات الأحزاب التي كانت حاضرة والمنظمات الأهلية، وكذلك من حيث محتوى هذه الخطابات. يعني المميز في هذه الاحتفالات هو يعني الدعم الكبير لبعض الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعض عائلات جرحى وشهداء وضحايا الثورة التونسية التي عبروا فيها عن امتعاضهم من سياسة الأهمال التي يعني المنتهجة كما يقولون من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. من جهة يعني الآراء المتظاهرين هناك تباين في الحقيقة في رأيهم، لكن هناك إجماع سائد أن الإنجازات التي تحققت بعد الثورة يعني لا تضاهي الفترة التي يعني سبقت الثورة. في هذه الأثناء طبعا هناك احتفالات رسمية في قصر الرئاسة بقرطاج يعني يحضرها بعض السفراء وكذلك بعض الشخصيات الوطنية للاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة، لكن الملفت هنا هو غياب أحزاب المعارضة التونسية التي رفضت الحضور في هذه الاحتفالات بسبب ما يقولون أنه الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها البلاد وحالة الانقسام التي يعيشها الحزب الحاكم في تونس. وسام، ماذا عن مطالب المشاركين في هذه الاحتفالات والتظاهرات؟ هل طالبوا ربما بتجديد مبادئ الثورة؟ نعم، من حيث المطالب هناك يعني المطالب نفسها، هناك شعارات يعني رفعت أثناء الثورة ما زالت ترفع إلى حد الآن. هناك يعني الشعارات الشعارات المعروفة بخبز حرية كرامة وطنية، هي نفسها تقريبا الشعارات التي تطالب يعني إيجاد فرص عمل جديدة وكذلك توفير مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا وكذلك بتوفير الأمن في تونس بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا بعد تكبد تونس يعني حوالي 3 هجمات مسلحة تقريبا في سنة واحدة هي سنة 2015. وسام دعاسي مراسلنا من تونس، شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل.